عندك رسالة بتوصلها للمنافسين ورسالة بتكون واضحة. أكيد الرياضي بهالبطولة رح يخلي اللقب معه، هو يلي تعود يحتفظ بلقبه على فكرة. إن شاء الله إن شاء الله، يعني هاي هدية لكل اللبنانية، بنوجه لهم تحية اللي بالأرض يعني عم يدافعوا عنا، يا ريت فينا نكون معهم. نحن عم نقاتل هون، هني كمان عم they're fighting for our rights. مين عم توجه تحية للثوار تحديدا؟ يعني اللي عم بيطالبوا بحقوق المحققة للشعب. أنا ما بدي فوت ضد ناس ومع ناس، أنا بدي حقوقنا كلبنانية تحصل، يعني نحصل عليها. ما بدنا شيء، يعني نحن أصلا وقفت البطولة، وقفوا معاشاتنا، وقف كل شيء من وراء القصة. سو أنا إذا بدك يمكن لازم نكون زعلان، بس أبدا هيدا الشيء لمصلحة لبنان. منضحي كلياتنا وعقلنا أحلى من العسل، مهم يكون عندنا بلد نقدر نعيش فيه ولادنا ينمو فيه. I think ها أول مرة بصرح شيء عن هالموضوع، بس إيه أنا مأثر من ميلتين، ميلي personal، ميلي country. مثل ما قلت لك بنحط الإيجو على جنب، بنحط مصالحنا الشخصية وانا نهتم بالبلد. يعني راح تردوا لهم إياها وتجيبوا الكاس إن شاء الله. إن شاء الله نقدر نرد الكاس على لبنان ونعطيهم فرحة أمل، يعني وإن شاء الله خير. Thank you لك أمير، good luck. Thank you.